السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتعلم أنظمة محركات القوالب أو التمبليت انجنز. بس خلينا الأول قبل ما نخش في التفاصيل نعرف ليه إحنا محتاجين تمبليت انجن أو محرك قوالب، وليه أصلا محتاجين نعمل قوالب. محركات القوالب لها فوائد كتير جدا، لكن في فايدة منهم بالذات هي اللي هتخليني أشرح الكورس ده، هو مبدأ فصل البرمجة عن التصميم. بس إحنا ليه بنحتاج نفصل البرمجة عن التصميم؟ السؤال ده هتلاقي اجابته بالتفصيل في الكورس الخاص بإدارة المشروعات البرمجية، لكن خلينا يعني نحط ايدينا بسرعة كده على الحاجات الاساسية. تخيل ان انت عندك مشروع والمشروع ده شغال فيه تيم ورك. دايما افترض ان كل شخص من التيم ورك ما يعرفش يعمل شغل الشخص التاني. يعني في شخص متخصص في قواعد البيانات، شخص متخصص في السيرفر سايد، شخص متخصص في الكلينت سايد. كل تيم ورك او كل جزء من التيم ورك في تيم ورك صغير برضو كل شخص متخصص في حاجة عن التاني. يعني مثلا الجزء بتاع الفرونت اند في شخص متخصص في الستايلينج، شخص تاني متخصص في السكريبتينج. عشان تعمل مشروع ناجح ومنظم دايما دايما افترض ان كل شخص في تخصص ما يفهمش نهائيا في التخصصات التانية. يعني لو افترضنا ان في شخص شغال على HTML، افترض ان الشخص ده ما يفهمش اللغة بتاعت السيرفر سايد او زي PHP او Node.js او كده. وافترض دايما ان الشخص اللي شغال على PHP لا يعرف HTML ولا JavaScript ولا CSS ولا يعرف يتعامل مع قواعد البيانات. عود نفسك دايما لما تيجي تعمل مشروع قسم المشروع ده، وكل مشروع يبقى ليه مدخلات ومخرجات. يعني الشخص اللي شغال في البي اتش بي، الشخص ده ما يعملش اي حاجة غير البي اتش بي فقط. ده لو عايز بيانات من قواعد البيانات بيبعت الريكوست بتاعه للداتا موديل، والداتا موديل هي اللي بتتعامل مع قواعد البيانات، وبعد كده بتجيب له البيانات جاهزة. ملوش اي دعوة البيانات دي جت ازاي، ملوش ده اي دعوة بنوع محرك قواعد البيانات كان ايه. تشتغل بقى بمونجو دي بي، بتشتغل بماي سيكوال، بتشتغل بيه هو ليه ان البيانات جات له. بعد كده لو عايز يعمل الفيو، هو ما بيعملش فيو لان هو مش مسؤول عن الفيو، هو بيبعت للفيو موديل، وفي الفيو موديل هم اللي بيتعاملوا بالHTML والجافا سكريبت وكده، وبيعملوا له ريندر وبيبعتوا له الكود جاهز. وبعد كده هو بياخد الكود الجاهز ده بيبعته على هيئة ريسبونس للسيرفر. ده بيخليك اولا تعرف تكتشف اي اخطاء بسهولة جدا، تعرف تحط ايدك على الخطأ اللي موجود في البروجكت بتاعك فين. ثانيا كل شخص بيبقى مركز جدا في شغله. تعالى عشان نفهم الموضوع اكتر، تعالى ناخد كود وليكن PHP. لو افترضنا ان انت عايز تظهر لينك عادي جدا، او عايز تظهر رسالة، فهتعمل ايه؟ فهتقول له ايكو، وبعدين تقول له ويلكم، وبعدين تحط المتغير بتاعك. طبعا بغض النظر عن اذا كنت بتشتغل PHP او جافا سكريبت او غيره، انا في الكورس ده مش هركز على لغه برمجه معينه، انا هركز بس على التمبليتنج او القولبه او القوالب. ده كود PHP بسيط جدا، واضح جدا ان هو بيظهر رساله معينه ويلكم فلان، وهو بيستخدم متغير. الكود بسيط، ولكن في المشاريع المعقده جدا دايما افترض ان يا اما بتعرف تشتغل HTML يا اما بتعرف تشتغل PHP. ما ينفعش حد يكون بيشتغل الاثنين. ممكن الشخص اللي بيشتغل HTML يكون شاطر جدا في HTML وبيعرف يعمل حاجات كويسة جدا، لكن ما يعرفش يشتغل بلغة البرمجة اللي شغالة في السيرفر سايد. حتى لو عنده فكرة بسيطة، انت ممكن تبقى شغال بكذا لغة برمجة، اكيد ما فيش حد عارف كل لغات البرمجة. ولو شخص شاطر جدا في PHP ممكن ما يكونش متابع قوي ال HTML، او مش متابع ال HTML5، او مش متابع الاتريبيوتس الجديده، او يعني ضعيف شويه في ال HTML. فعشان ما يبقاش في نقطه ضعف في البرنامج، انا محتاج اعمل كود HTML منفصل وكود تاني PHP منفصل. فعشان اكتب ده، تخيل مثلا ده مكتوب على هيئه كود HTML، هيبقى عامل كده. فعندي حاجه من الاثنين، يا شخص بيعرف يشتغل HTML، يا شخص بيعرف يشتغل PHP او ايا كان لغه البرمجه. انا مش بتكلم على PHP تحديدا. عشان افصل الكود ده بالشكل ده، عنده مشكله، هو ان الشخص اللي بيعرف يشتغل PHP هيلاقي ان عنده اكواد HTML ممكن ما يكونش فاهمها. طبعا انا مش بتكلم على كود البي بتاع الباراجراف، انا بتكلم على اكواد ممكن تكون معقده جدا وفيها لعب كتير وفيها جافا سكريبت كتير وفيها ستايلنج كتير، او ممكن ما يكونش عارف مثلا بوتستراب وجي كوري كويس، او المهم هو عارف PHP بس. يا اما الشخص اللي عارف HTML كويس ممكن ما يبقاش عارف يكتب
كود بي اتش بي مظبوط. ممكن ابسط حاجه ما يبقاش عارف يعمل الكونكاتينيشن دي، حتى شفت انا كتبها غلط اهو. المفروض الكونكاتينيشن في البي اتش بي تبقى دوت. ممكن ينسى السيمي كولن، ممكن ما بيعرفش يكتب فانكشنز، ممكن حاجات كتير. فعشان اسهل على نفسي الموضوع او اقسم الموضوع لكل شخص فيه تخصصه، محدش يدخل في تخصص التاني، هعمل كود HTML فقط. وبعدين الشخص اللي شغال في البي اتش بي هيشتغل على البي اتش بي فقط، هو اللي هيجيب المتغيرات. يبقى الشخص اللي شغال على البي اتش بي هيجيب المتغيرات، هيجيب متغير اسمه نيم، مالناش دعوه جابه ازاي، جابه بقى من قواعد بيانات، جابه باي طريقه تانية، المهم ان بقى في متغير متوفر عندي اسمه نيم. والشخص اللي شغال على الاتش تي ام ال هيستخدم المتغير ده في مكانه. لا بتاع البي اتش بي عارف هنستخدم المتغير ده في ايه، ولا بتاع الاتش تي ام ال عارف المتغير ده جه منين. المهم ان انا بقى عندي جمله اتش تي ام ال وجواها متغير. انا محتاج دلوقتي حاجتين. اول حاجه الراجل بتاع الاتش تي ام ال يعلمني على المتغير، هنكتب المتغير بطريقه مختلفه عن بقيه الكلمات، وليكن نحطهم ما بين قوسين بالشكل ده. طبعا كل تمبلت انجن بيبقى ليه اسلوبه، لكن ده غالبيه التمبلت انجنز بتكتب بالشكل ده، فكده فاهم تمبلت انجن ان النيم ده عباره عن متغير. لكن خد بالك الراجل بتاع الاتش تي ام ال ما اضطرش يكتب بي اتش بي سينتكس، يعني ما اضطرش مثلا ان هو يعمل كونكاتينيشن، ولا يكتب مثلا فانكشن بتاعت بي اتش بي زي ايكو، ولا يحط الاكواز دي، ولا يعمل سيمي كولون، ولا اي حاجه. هو مجرد بس علم على مكان الفاريبل اللي هو هيستخدمه، فالموضوع بالنسبه له كده اسهل بكتير. هو ما يعرفش بقى النيم ده جه منين، ما يعرفش اصلا لغه البرمجه اللي شغال بيها. ممكن التمبلت ده، ودي برده فايده ثانيه للتمبلت، ان ممكن نفس الكود ده تشتغل بيه في مشروع نود جي اس، او نفس الكود ده تشتغل بيه في مشروع روبي مثلا، او في مشروع بي اتش بي زي ما انت عايز. المهم ان هو قال ان النيم ده متغير، ملوش دعوه بقى المتغير ده جه ازاي ولا بانه لغه برمجه. فدي اول واهم فايده للتمبلتس. في فوائد تانية كتير، لكن انا حبيت احط ايدي على الفايده دي بالذات. طيب انا دلوقتي عندي كود اتش تي ام ال، عايز بقى امرر له المتغيرات. انا عندي متغير في الجزء بتاع البي اتش بي، وكود في الجزء بتاع الاتش تي ام ال، عايز بقى وسيط في النص ما بينهم. الوسيط ده ياخد المتغير من البي اتش بي ويحقنه في مكانه الصحيح في الاتش تي ام ال. الوسيط ده طبعا انت ممكن تكتبه بنفسك، مثلا تعمل ريبليسمنت، او تعمل تستخدم الريجولار اكسبليشن، او اي حاجه. المهم ان انت في الاخر هتشيل النيم ده وتحط مكانه المتغير بتاعه. طبعا كل ما المشروع بتاعك بيتعقد اكتر، كل ما الوسيط ده الكودنج بتاعه بيتعقد اكتر واكتر واكتر، لغايه ما تلاقي نفسك محتاج لوسيط جاهز يكون مكتوب جاهز عن طريق بروفيشنال تيم. فهتحتاج بقى للمحرك القوالب او التمبلت انجن. ده بصورة عامة احنا ليه محتاجين محرك قوالب. وانا بحب دايما تبقى عارف ليه انت داخل على او ليه بتتعلم الحاجة قبل ما تتعلمها، يعني مش مجرد بس احنا هنستخدم قوالب وخلاص بنقلد الناس. لا، احنا فهمنا دلوقتي ليه بنستخدم محركات القوالب، لكن محركات القوالب ليها فوائد تانية كتير غير اللي انا قلتها دي. زي مثلا ممكن تختصر الكود، او ممكن تكتب كود بطريقتك الخاصة، وبعد كده الكود ده بيتاخد بيتعمل له كومبايلنج عشان يتكتب ككود HTML صحيح. ممكن حاجات كتير تستخدمها في التمبلت، ممكن مثلا تمبلت تكتبه وبعد كده تبقى تقرر تستخدمه بانه لغه برمجه. يعني ممكن الكود ده استخدمه مع بي اتش بي او مع نود جي اس او مع اي لغه برمجه تانية، هو نفس الكود، بس الوسيط اللي عندي هيستخدم الفاريبلز اللي دي حسب اللغه اللي هو معمول بيها. ده بصفه عامه ليه بنستخدم تمبلت. طبعا التمبلت كمان ممكن تكتب اكواد معقده جدا بسهوله. يعني انا مثلا ممكن مثلا اعمل كود زي ده، اقول له انا عايز تعمل لي فيد للعباره دي مثلا بنسبه 50% مثلا. طبعا السينتاكس ده يعني انا ما عملته كده على السريع، يعني هو ما فيش اي تمبلت انجن موجود دلوقتي بيدي لك السينتاكس ده، لكن انا بقول لك مثلا انا حبيت لو انا اللي هعمل الوسيط ده او التمبلت انجن ده، انا ممكن اعمل كود زي ده. هو هيفهم انه عايز يحط فيد بنسبه 50%، يبقى هبدا اعمل الاجراءات اللازمه، زي مثلا ان انا هزود كلاس CSS، او هزود او هحقن ستايل مثلا، او هستخدم الجافا سكريبت عشان اعمل فانكشن تعمل لي جيد، او لو انا حابب مثلا اربط الجمله دي بفانكشن معين بحيث لما تيجي تدوس عليها، لو هعمل زرار مثلا والزرار ده لما هتيجي تدوس عليه هيعمل اكشن معين. فانت بدل ما تقعد تكتب اكواد جافا سكريبت كتير وتضيف ايفنت ليسنر وتدخل في مشاكل كتير، ممكن بمنتهى البساطه بس تحدد له اي رمز كده ان انت عايز
تعمل اكشن معين لما يضغط على الزرار ده، وهو بعد كده بياخد الرمز ده بيبدا ينشئ لك اوتوماتيك الفانكشنز اللي انت محتاجها. فدي فايده عظيمه جدا للتمبلت انجنز. التمبلت انجن بتوفر عليا وقت كبير جدا، بتسهل عليا فصل التصميم عن البرمجه عن طريق انها بتاخد الفاريبلز من البرمجه وتحقنها في التصميم من غير ما الراجل بتاع البرمجه يشغل باله بالتصميم ولا الراجل بتاع التصميم يشغل باله بالبرمجه. التمبلتس برضو بتوفر عليا وقت كبير، لان انا ممكن اكتب الكود بطريقه مختصره وبعد كده تاخده بقى تكتب الكود بطريقه صحيحه. برضو ممكن توفر عليا ان انا اقعد اكرر الكود كذا مره، فلو انا عندي كود كل شويه بكتبه، لو انت مثلا بتستخدم البوتستراب، البوتستراب ده عباره عن سي اس اس فريم ورك بيسهل عليك ان انت تعمل ريسبونسيف ويب سايت شكله كويس وجميل عن طريق انها بتدي لك كلاس سي اس اس معينه انت بتبدا تشتغل عليها. فالبوتستراب بتسهل لك الموضوع من حيث السي اس اس، ولكن بتعقدها لك من حيث الاتش تي ام ال. فمثلا لو انت بتعمل فورم، في الفورم ده انت بتحتاج انبوتس، فالانبوتس دي عشان تظهر بشكل معين الشكل بتاع البوتستراب محتاج تكتبها بطريقه معينه، ومحتاج تضيف كلاسز معينه، ومحتاج الانبوت ده تحطه جوه انبوت جروب، والانبوت جروب تحطه جوه فورم جروب، وهكذا. ولازم تكتب كلاسز بطريقه معينه وبترتيب معين. ده بيعقد شويه من الاتش تي ام ال، بدل ما انت كنت بتكتب انبوت عادي كده كنت بتكتب انبوت كده وتدي له نيمو تايب وخلاص على كده وفاليو وخلاص على كده. انت بقيت بتاخد الانبوت ده تدي له كلاس معين وتحطه جوه انبوت جروب وتشتغل بترتيب معين، في الموضوع عقد اكتر. بالتمبلت انجنز ممكن اعمل طريقه ابسط من كده، ممكن اكتب كود زي ده، كود بسيط خالص، وهو بياخده اوتوماتيك يحوله للكود المعقد بتاعي، يعني يكتبه بكود متماشي مع البوتستراب. بس في مشكله عندي، افرض لو انا في يوم من الايام قررت ما اشتغلتش بوتستراب، قررت اشتغل بفريم ورك تاني خالص، محرك القوالب بقى بيسهل عليا الحته دي بالذات، لان انا هكتب نفس الكود هو هو، بس بدل ما الكود ده بيتحول بعد كده لكود بتاع بوتستراب هيتحول لكود بتاع فريم ورك، الفريم ورك التاني. بالتالي انا لو حبيت اعدل في المشروع بتاعي واستخدم فريم ورك تاني، مش محتاج افتح كل صفحات المشروع وادور على كل الاكواد اللي كانت مكتوبه بالبوتستراب واغيرها، لا، انا مجرد بس بغير في الكود بتاع الوسيط، الكود اللي هو بتاع التمبلت انجن نفسه، بدل ما بقول له لو سمحت لما تشوف كود انبوت حوله لي لكود انبوت متماشي مع البوتستراب، لا، هقول له حوله لي لكود انبوت متماشي مع الفريم ورك الجديد. فبالتالي انا محتاج 3 اشخاص لو دلوقتي في التيم ورك بتوعي يشتغلوا معايا. الشخص الاولاني اللي هو المبرمج اللي هيشتغل بالبي اتش بي او نود جي اس، والشخص الثاني اللي هو المصمم اللي هو في الحقيقه ممكن يبقى اكتر من واحد، ممكن واحد مسؤول عن الستايلنج، واحد مسؤول عن السكريبتنج، واحد مسؤول عن الاتش تي ام ال. الشخص الثالث اللي هو احنا اتكلمنا عنه دلوقتي حالا هو الشخص اللي هيشتغل على الوسيط، اللي هياخد اكواد من البي اتش بي او الجافا سكريبت او النود جي اس و يبدا يحقنها في اماكنها في ال HTML. الشخص ده الوسيط هو اللي بيصمم الكومبوننت اللي في الاخر التمبلت هياخده يعمل له كومبايلنج. فالشخص اللي في الوسيط ده هو اللي يعتبر هو اللي عارف الكور بتاع المشروع بتاعي، يعني هو اللي عارف احنا شغالين مثلا بوتستراب، فالكود بتاعنا لازم يتكتب على هيئه بوتستراب. الشخص اللي بيكتب تمبلت ممكن ما يبقاش عارف، يعني ممكن هو عايز يحط في الحته دي في انبوت مثلا وفيها في باراجراف في كلمه ويلكم نيم، والنيم ده فاريبل، بس هو ملوش دعوه بقى الكلام ده في الاخر هيتحول هيبقى شكله عامل ازاي. ممكن التمبلت انجن او الشخص الوسيط اللي هو بيكتب بقى اكواد التمبلت انجن يكون هياخد الجمله دي او الكود ده ويحطه جوه كود اتش تي ام ال تاني اكثر تعقيدا، ويبدا يضيف ليه سي اس اس كلاسز ويضيف ليه فانكشنز بالجافا سكريبت وحاجات معقده جدا. الراجل بتاع الاتش تي ام ال او الفرونت اند ملوش في ده، هو بس ليه ان طلب منه ان يعمل هنا كود باراجراف بالطريقه دي ويحط لينك في هنا يعمل انبوت هنا، بس ملوش دعوه بكده. الشخص بتاع البي اتش بي ملوش اي دعوه بالموقع اساسا هيبقى شكله عامل ازاي، هو ليه دعوه انه مطلوب منك تجيب المتغير الفلاني، تروح بقى قواعد البيانات، تروح باي طريقه ثانيه توفر لنا المتغير الفلاني. الشخص اللي في النص بقى هو اللي بيجمع بقى الكلام ده، بياخد الكود بتاع تمبلت وبياخد الكود بتاع او المتغيرات والفانكشنز بتاعه البرمجه ويبدا بقى ايه يرتبهم مع بعض. ده اللي احنا هنعمله، هنتعلم اولا ازاي نكتب قوالب، ثانيا ازاي نعمل كومبايلنج للقالب ده،
عشان بعد كده نعمل له ريندرنج عشان يتحول ل كود HTML صحيح. طبعا الاوتبوت بتاعنا ما بقاش HTML بس، ده بيبقى HTML و CSS و جافا سكريبت وبلاوي زرقاء يعني. طيب قبل ما نخش بقى في الكورس والشرح والتعب والليلة دي، خلينا نقرر الاول احنا هنتعامل بقى انه محرك قوالب، عشان بعد ما هندخل في الدراسة ونقطع شوط كبير ونتعب شوية ما نرجعش نقول لا يا ريتنا تستخدمنا قالب تاني. في محركات قوالب كتير جدا، انا اخترت لكم منها بالذات فيو. بس ليه فيو بالذات؟ تعالوا ندي بص على محركات القوالب التانية ونشوف فيو بمقارنة بمحركات القوالب التانية. في محرك قوالب اللي هو يعتبر اشهر حاجة اللي هو جيد، او كان اسمه باك بقى جيد. جيد ده اللي هو يعتبر اكتر شعبية، اكتر حتى من فيو، شعبيته اكتر من فيو. بس ليه بقى جيد ده اكتسب شعبية كبيرة؟ بسبب الطريقة اللي السينتاكس بتاعه بيتكتب بيها. يعني لما تحب تكتب كود HTML بتكتبه يعني ما بتكتبش اكواد HTML، وانما بتكتب اكواد من وجهة نظرهم هما بتبقى مبسطة اكتر. فلو بصينا كده على ده مقارنة ما بين كود مكتوب ب HTML العادي وكود مكتوب ب جيد، فهتلاقي مثلا هنا في ال HTML العادي انت بتفتح HTML تاج مثلا اسمه HTML وبتديله بعض الخصائص لانج بيساوي انجليش. هنا الطريقه اللي مكتوبه بجيد زي ما انت شايف مفيش تاجز، يعني طريقه ابسط شويه، هيد بدل ما شال التاجز. انا من وجهه نظري شايف ان الطريقه دي رخمه جدا، اولا لانه ما وفرش كتير، مجرد بس شال الاقواس. ثانيا لانها بتعتمد على المسافات، يعني الهيد ده سايب مسافه معينه ما بينه وما بين HTML عشان يعرف ان الهيد ده يبقى داخل في ال HTML. ده معناه تعالوا ناخد الكود ده عشان بس نعرف احنا بنتكلم في ايه. اهو ده كود مكتوب بجيت زي ما انت شايف، مفروض ان ده بعد كده هيتحول لل HTML كود اللي هو ده. الكود ده فيه مشكلة ان بيعتمد على مسافات، يعني انا لو غيرت، لو جيت على السطر ده كده ورحت مغير المسافة دي، شلت مثلا مسافة منه بالغلط، هيعتبر ان التايتل دي مكتوبة على نفس الليفل بتاع الهيد مش جواها، المفروض انها جواها. لما تبص كده في كود ال HTML هتلاقي هيد، والهيد ده بيقفل هنا، فالتايتل ده جوه الهيد. عارف منين ان هو ان التايتل جوه الهيد؟ ان هو ساب مسافتين كده ما بينه. فالكود بيعتمد على المسافات، لو انت غلطت في مسافه شكرا خلاص الكود بتاعك ضاع. ثانيا مش هتعرف تاخد كوبي بيست من الاكواد، لان احيانا لما تيجي تاخد كوبي من موقع او من ويب سايت المسافات دي بتتغير شويه، فالكود بتاعك بيتبهدل، تقعد بقى انت طول اليوم تدور هي المشكله في انه مسافه، فالمسافات دي ما بتتجابش بالعين المجرده. بعكس لو تكتب كود HTML، يعني انا بالنسبه لي الكود بشكله كده اوضح وابسط ما فيهوش اي مشكله، فانا مش هوفر كتير عشان يعني مجرد ان انا شلت شويه اقواس وكلام من ده، بس مقابل ان انا بقعد ازاول نفسي بقى بالمسافات والرخامه دي. ومع ذلك فيو اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله بيسمح لك تكتب بالطريقه دي. فيو بصفه اساسيه بتكتب اكواد HTML عاديه جدا ولكن بطريقه مختصره شويه، فانت لو بتعرف تكتب HTML فانت اوريدي خلاص بتعرف تشتغل فيو، مش محتاج تتعلم سينتاكس جديده. بعكس جيد محتاج تقعد تتعلم السينتاكس دي وتتدرب عليها كويس جدا وتراعي المسافات بدقه عاليه جدا. انا عن نفسي ما بحبش المشاريع اللي بتعتمد على الدقه العاليه قوي لدرجه انك تاخد بالك من المسافه والكاما الحاجات البلاوي دي. امال ايه فايده بقى التمبليتنج سيستم؟ يعني انت لو الشخص اللي هو ده، الشخص ده زي ما احنا اتفقنا اللي هو بيكتب اكواد HTML، انا رحمته من ان هو يكتب اكواد PHP، يقعد بقى يخلي باله الاكواس دي او الكوتيشن مارك دي تبقى دبل كوتيشن مارك ولا سنجل كوتيشن مارك، ويعمل اسكيبنج للسبيشال كاركترز، ومش عارف يعمل كونكاتينيشن، وممكن ينسى السيمي كولوم والحاجات. فانا رحمته من ده عشان يكتب اكواد HTML بيور. فلو هستخدم جيد هرجع لنفس المشكله تاني، ان انا هخليه يتعلم سينتاكس جديده وكمان يراعي حاجات ممكن تكون يعني الانسان عادي ما ياخدش باله منها. فانا شايف ان الجيد بالنسبه لي فاشل في الحته دي. ومع ذلك لو انت حابب تستخدم السينتاكس دي بالذات ففيو بيسمح لك تستخدم يا اما السينتاكس دي يا اما السينتاكس العاديه بتاعت ال HTML العاديه خالص، وتبدا تعمل مشاريع بتاعتك بسرعه جدا. طب فيو ولا انجلر ورياكت؟ انجلر ورياكت كويسين جدا ومشاريع عظيمه جدا، ولكن
بتستخدم اكتر في المشاريع الكبيره، يعني هي متعبه شويه او لانها موجهه للمشاريع الكبيره فليها سيستم معين هيتعبنا لو احنا بنكتب مشروع صغير او متوسط. كلمه مشروع متوسط على فكره يعني مشروع يعني محترم، يعني مصروف عليه كتير وليه ميزانيه كبيره، يعني المشاريع او المواقع المشهوره في العالم العربي او في اغلب العالم يعني عموما بتبقى مشاريع متوسطه وصغيره، يعني تقريبا 90% من كل المواقع اللي على الانترنت مشاريع متوسطة وصغيرة، المشاريع الكبيرة دي تقريبا 10% بس من المشاريع. فبما اننا مش هنعمل مشاريع كبيرة على الاقل في يعني في على المدى القريب، فخلينا نتعامل مع سيستم يكون بسيط شوية ويسهل علينا الامور. على فكرة كلمة بسيط يعني فيو سيستم بسيط، ولكن هنشوف قدام شوية في الكورس بتاعنا هنعمل بيه بلاوي، هنعمل بيه حاجات يعني انت لا يمكن عقلك كان هيتصور ان انت هتعملها. يعني الحاجات دي لو كانت اتطلبت منك وانت ما بتشتغلش بفيو كنت هترفضها طبعا لانها معقده بالنسبه لك. فكلمه سيستم بسيط مش معناه ان احنا يا دوبك هنكتب حاجات بسيطه، لا ده احنا هنكتب حاجات معقده جدا ولكن موجه لمشاريع صغيره. ففيو سهل جدا نتعلمه، بيستخدم سينتاكس اتش تي ام ال العاديه فمش محتاج اتعلم له طريقه تكويد معينه. فيو سهل جدا وفي نفس الوقت بيعمل حاجات حلوه جدا، يعني بيعمل مشاريع هنشوف ناتج ان شاء الله قوي جدا، وهنعمل بلاوي باكواد اولموست تقريبا كودلس، يعني من تقريبا من غير ما نكتب اكواد كتير. ففيو ولا انجلر ورياكت؟ لا فيو، يعني في المرحله اللي احنا فيها فيو، لان فيو سهل نتعلمه وسهل نستخدمه وسهل تلاقي ناس بتتعامل بفيو، يعني سهل تكون تيم ورك كويس. انجلر ورياكت موجهين اكتر للمشاريع الكبيره، ومع ذلك مهم برضو نتعلم انجلر ورياكت وهيبقى لهم كورسات، ولكن هنتعلمهم لسبب تاني غير التمبلت انجنز. يعني رياكت وانجلر بيساعدوني ان انا اعمل برامج قويه ومحترمه. ممكن اعمل مثلا ناتيف موبايل ابلكيشن، يعني موبايل ابلكيشن مكتوب باكواد اصليه بتاعته مش مجرد بس ويبجيت وخلاص، او اعمل كروس ابلكيشنز. فالانجلر والرياكت بيساعدوني شويه ان انا اعمل ده، لكن مش وقته خالص ان احنا نتعلم الحاجات المعقده دي، احنا عايزين حاجه بسيطه. فالحاجات البسيطه يا اما فيو يا اما جيد، وزيد قلنا لا عشان السينتاكس بتاعه وحش، يا اما اي جي اس. اي جي اس كويس برده وبسيط وسهل التعامل، ولكن يعني من خلال تعاملي مع ده ومع ده انا حسيت ان فيو مور ادفانسد شويه، يعني بيساعدك تعمل اكواد اكتر تعقيدا وليه بلاجنز كتير جدا. يعني اي حاجه تقريبا في بالك ممكن هو يعملها لك، ممكن تلاقي مثلا صفحه مش عارف بيطلع لك نوتيفيكيشنز من هنا، في سلايد شو بطريقه معينه، في يعني بتقدر تتعامل مع الجافا سكريبت بطريقه مور ادفانسد، تقدر تضيف ليسنرز كويس، تقدر تتعامل مع الايفنتس بشكل متقدم. كمان فيو حسيت انه مكتوب بطريقه يعني بتساعد على البرفورمانس اكتر، يعني بتخلي الصفحه بتاعتك تبقى سريعه اكتر. يعني بيستخدم حاجات ما فيش داعي ان احنا ندخل في تفاصيلها زي مثلا الفيرتشوال دوم، او في يعني في حاجات كتير هنتكلم عنها اثناء ما احنا اثناء الشرح عشان بس تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه. فانا حسيت ان الفيو مور ادفانسد اكتر وليه بلاجنز اكتر بكتير، فهنركز على الفيو. في حاجه مهمه جدا في الفيو، فيو بيستخدم في مرحلتين او بطريقتين، الطريقه الاولى بيستخدم في البراوزر والطريقه الثانيه بيستخدم في السيرفر. طريقه البراوزر او الكلينت سايد ان انا بحمل كود جافا سكريبت بتاع الفيو وببدا اكتب تمبلت، والفيو دي او الجافا سكريبت دي بتبدا تاخد الاكواد اللي هي المفروض اكواد اتش تي ام ال، ولكن فيها يا اما فيها رموز محتاج احولها يا اما فيها اختصارات محتاج استبدلها بالاكواد الاصليه. فهو بيعمل ده اثناء يعني الصفحه ما وهي بتحمل عشان يعمل ريندر للصفحه المظبوط. يا اما بعمل الكلام ده على السيرفر وبطلع كود اتش تي ام ال جاهز، والطريقه دي طريقه السيرفر هي اهم طبعا ودي اللي احنا هنركز عليها اكتر، لانه اولا بيبقى اسرع لان الصفحه جاهزه عندك اتش تي ام ال، ما بتحتاجش بعد كده تقعد تكتب اكواد كتير او ما بتحتاجش يعني تعمل كومبايلنج او تعمل ريندرنج للاكواد دي. ثانيا افضل للسيو، لان السيو او التعامل مع محركات البحث انت بتدي له صفحه فيها الكود بتاعك جاهز، فبياخد الصفحه دي يحللها. لا ربما بعض محركات السيو غير جوجل ما بتبقاش بالذكاء الشديد انها يعني تاخد بالها ان لسه في عمليه ريندرنج فيستناك تخلص بعد كده ياخد الكود بعد كده يتعامل معاه. فيعني احنا بنستهدف جوجل في المقام الاول، ولكن يعني حاول دايما تخلي الموقع بتاعك متوافق مع اكبر عدد ممكن من محركات البحث.
فعشان كده انا محتاج ان الصفحه لما تظهر للوهله الاولى تبقى فيها اكواد HTML سليمه. فعشان كده احنا هننتج الاكواد بتاعتنا في السيرفر سايد مش في الكلاينت سايد. طيب ادام احنا هننتج الاكواد بتاعتنا في السيرفر سايد، ليه هنشرح الجزء بتاع كلاينت سايد؟ لسببين. اول سبب ان انا بما اني كده هحتاج اضيف يعني elements جديدة او عناصر جديدة في الصفحة او احذف عناصر، يعني هغير من الصفحة. فانا عشان اضيف مثلا element جديد في الصفحة فعندي حاجة من الاثنين، اكتب بنفس الطريقة اللي انا بكتب فيها template، يعني اكتب كود template وبعد كده يتعمل له render وده الاسهل، يا اما هكون مضطر ان انا اكتب الكود كامل واضيف له كل الليسنرز بنفسي واضيف له كل الفانكشنز بنفسي وادخل بقى في مرحلة التعقيد تاني. هضطر ان انا زي ما انا عندي مبرمج مخصوص للتمبلت هجيب مبرمج تاني مخصوص بيكتب اكواد اصليه HTML وجافا سكريبت وCSS. ممكن طبعا هتجيب اكتر من حد لان واحد متخصص في الجافا سكريبت وواحد متخصص في الستايلنج وواحد متخصص في الHTML، وتكتب بقى اكواد HTML صحيحه جدا، وده احنا عايزين نتجنبه. احنا عايزين نكتب تمبلت، يبقى انا عندي لغه واحده شغاله في الموقع كله. فعشان انا هحتاج اضيف عناصر في الصفحه اثناء ما وهي شغاله، زي مثلا لما اليوزر هيدوس على زرار فتضيف له element جديد او تضيف له مثلا او تفتح له اي element جديد ممكن يكون معقد جدا، فبدل ما تكتب element ده من الاول وتتعب نفسك، لا انت هتكتب كود template اللي هو اصلا جاهز عندك او تحمل ملف template بالاجاكس او باي طريقة وبعد كده الفيو يعمل لك rendering. يبقى انا استفدت بالاكواد اللي هي already مكتوبة وتعمل لها rendering. الكود اللي زي ده بالنسبة لمحركات البحث غير جوجل، خلاص انا الحاجات الاصلية بالنسبة لي او الحاجات الاساسية في الصفحة already archived. الجزء الجديد ده مجرد جزء اضافي. والله لو محرك البحث زاجي لدرجة ان هو يتعامل مع الاجاكس ريكوست زي جوجل هياخد الجزء الاضافي ده ويارشيفه معاه، لو محرك بحث غبي فعلى الاقل ارشيف للجزء الاساسي. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان مش كل الناس بتعرف تشتغل في السيرفر سايد، هتعرف تشتغل على فيو، لان احنا في الكورس بتاعنا هنركز اكتر على فيو مع نود جي اس، بس مش كل الناس بتشتغل نود جي اس، فبالتالي هتاخد شويه وقت على ما تشتغل او على ما تتعلم نود جي اس وبعد كده تبدا تتعلم الفيو مع السيرفر، فهتاخد وقت ما يبقاش يعني في امكانيه ان هو يشتغل على فيو، بس في نفس الوقت عايز يبدا مشروع جديد ويستخدم نظام التمبلت سيستم ده، فعلى الاقل يبقى عنده فرصه ان هو يعمل ريندر للاكواد دي في البراوزر. لما ربنا يكرم ويبدا يعمل مشروع نود جي اس ياخد الاكواد دي وبدل ما يعمل لها ريندرنج في البراوزر لا يعمل لها ريندرنج في السيرفر. فعشان كده احنا هنقسم الكورس بتاعنا جزئين، الجزء الاولاني هو التعامل مع الفيو في البراوزر او في الكليون سايد، وبعد كده الجزء الثاني التعامل مع الفيو في السيرفر وتحديدا بالنود جي اس. بالمناسبه في كورس نود جي اس وفي كورس الاول ده احب ان انت تشوفه، كورس اساسيات البرمجه سواء انت اوريدي بتبرمج او لا. الكورس ده بيتكلم عن كل حاجه في البرمجه وكل المفاهيم وازاي نتعامل مع الام بي ام وازاي ندير المشاريع البرمجيه ويعني ايه كلاسز وفانكشنز ويعني ايه نود جي اس ومقارنه ما بين كل حاجه، مقارنه ما بين نود جي اس وبي اتش بي واي اس بي، مقارنه بين قواعد البيانات ومفاهيم قواعد البيانات، ونفهم ايه يعني ايه مونجو دي بي ويعني ايه ماي سيكوال يعني نستخدم انهم في المشاريع بتاعتنا. ده كورس اساسيات البرمجه. في كورس تاني بقى متخصص في النود جي اس، فده برضو احب تاخده قبل ما تدخل على الجزء بتاع الفيو الخاص بالسيرفر. دلوقتي سواء انت معاك نود جي اس او لا تقدر تكمل في كورس الفيو. الكورس ده هو كورس تمبلت انجنز خصوصا فيو. فهنبدا على بركه الله. ده الموقع بتاع فيو، هو عباره عن فيو جي اس دوت او ار جي، طبعا جي اس عشان هو جافا سكريبت، فيو جي اس دوت او ار جي. كويس ان انت تبقى تدي بصه كده على الموقع، ولكن تقريبا معظم الحاجات اللي في الموقع دي هتتشرح اثناء الكورس، حتى الدوكيومنتيشن بتاعته والريفرنس والحاجات دي ان شاء الله هتتشرح اثناء الكورس، ولكن انا هركز اكتر على الناحيه العمليه. فهتدخل على الموقع بتاعهم تحمل الملف السكريبت. احنا دلوقتي طبعا مركزين اكتر على الجزء بتاع كلاينت سايد، يعني احنا هنتعامل في الكلاينت سايد، هنتعامل مع الكود وهو في البراوزر مش وهو في السيرفر بتاعنا. فهنحمل الملف اللي هو خلاص احنا مش محتاجين ده في حاجه، هنفتح ملف HTML عادي جدا وهنكتب جواه اكواد HTML عاديه جدا. اول حاجه هنحمل الملف بتاع الفيو،
وانت بتتعامل مع فيو في ملفين، في ملف للديفلوبمنت وملف للبرودكشن. فطول ما احنا بندرس الموضوع او طول ما احنا لسه شغالين في المشروع هنتعامل مع ملف الديفلوبمنت، لما نخلص المشروع هنتعامل مع ملف البرودكشن. الفرق ما بينهم البروجكت الديفلوبمنت بيبقى مكتوب، يعني كل كود مكتوب في سطر فيه مسافات كويسة، اعرف اقرا الكود، لو في حصل خطأ او اثناء الديباجنج او اثناء التستنج اقدر احط ايدي على الخطأ بتاعي كان فين بالظبط، فبيظهر لي مثلا في الكونسول بيظهر لي وارنينج، بيظهر لي يعني معلومات كويسة اقدر استفيد بيها. ولكن في البرودكشن انا ما ببقاش محتاج كل ده، وفي نفس الوقت محتاج اضغط الكود شوية واشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، وكود مش شرط يكون مقروء بس يكون سريع. فوقت ما هنشر المشروع هبدأ بس يعني اشيل الملف بتاع الديفلوبمنت وحط مكانه الملف بتاع البرودكشن. فده اللي انا هعمله دلوقتي. انا اول حاجة عملتها حملت الملف بتاع الفيو، طبعا انا جبته من الموقع بتاعهم، دخلت على الموقع وبعد كده دخلت على جيت ستارت وقعدت ادور فين الداونلود لغاية او ندخل نشوف. هدخل على الجايد بتاعهم ده، الجايد ده هتلاقي شرح لكل حاجة، فهتلاقي في انستوليشن، هدخل على الانستوليشن هتلاقي هنا ده السكريبت. كبر لكم بس الشاشة شوية. هتلاقي هنا ده الملف اللي هو بتاع الديفلوبمنت وده الملف بتاع البرودكشن. طول ما انا شغال في المشروع او طول ما انا لسه بتعلم خلينا في الديفلوبمنت، اول ما خلص المشروع وخلاص خلصت وحابب انشر المشروع فبدخل على البرودكشن فيرجن. كل واحد فيهم متقسم لجزئين، جزء عباره عن كومبايلر وجزء عباره عن ريندر. ان شاء الله لو انت هتشتغل في الجزء بتاع السيرفر سايد اللي احنا هنتعلمه في الجزء التاني بعد ما ده يخلص، مش هتبقى محتاج الكومبايلر، لان عملية الكومبايلنج دي انت هتعملها في السيرفر، فهتحتاج فقط الريندر، فده هيقلل لك شوية من حجم الملف وهيسرع العملية اكتر. بما اننا دلوقتي هنعمل الموضوع كله في البراوزر، يعني سواء الكومبايلنج او الريندر هنعمله في البراوزر، فهنحمل النسخة الكاملة الفول. دلوقتي هنحمل الديفلوبمنت او نستخدم السي دي ان. فلما هتدخل في السي دي ان هتاخد كوبي من الكلام ده، وطبعا انا عشان محمل الملف هنا فالملف بتاعي هو على الديسكتوب، فممكن استخدمه من اللوكال براوزنج عادي او اخد كوبي على طول من الجزء ده وهو خلاص الملف متحمل جاهز في السي دي ان، وهعمله بيست. لما تبص بقى على الملف ده هتلاقي شويه حاجات كده. اول حاجه ده السيرفر اللي متحمل عليه، طبعا في سيرفرات تانية متحمل عليها الفيو تقدر تغيرها، مفيش اي مشكله انك تستخدم ده. تاني حاجه هتلاقي ان الفيو ده موجود على الام بي ام، وده هيفيدنا. ام بي ام ده عباره عن نظام لاداره الباكجز، في كورس مخصوص بيتكلم عنه، و هتلاقي موضوع إدارة الباكيجز في الكورس بتاع أساسيات البرمجة، والـ NPM بقى بالذات ليه كورس مستقل بذاته. فده هيساعدنا إن احنا ناخد الحزمة بتاعت الفيو ونشتغل بيها واحنا بنشتغل في النود جي اس. ده هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزء بتاع السيرفر. الموقع ده اللي هو جي اس ديليفر بياخد الباكيجز من مواقع زي الـ NPM والجيت هاب وغيرها وبيوفرها لك في سي دي ان تقدر تستخدمها مباشرة. الجزء ده اللي بعد علامة الآت هو الفيرجن، لو انت شلته معناها انك دايما بتستخدم احدث اصدار. انا عن نفسي من النوع اللي بحب ادام بدأت في اصدار افضل شغال فيه، وما رقيش للاصدار اللي بعده الا لما اتأكد ان يا اما مفيش اي تعديلات في الاكواد انا عايز اعملها، يا اما التعديلات بسيطة اقدر اعملها بسرعة، يا اما لو في تعديلات تقيلة اعملها على مهلي، يعني بعمل سكيدولينج كده على مهلي خالص لغايه ما اخلص التعديلات كلها وبعد كده براقي. لو انا سبتها مفتوحه هتلاقي ان هو بيعمل ابديتنج اوتوماتيك، بس ممكن في لحظه يبقى في ابديت في السكريبت نفسه مش متماشي مع الاكواد اللي انا كاتبها فهضطر اعدل كتير. فانا عشان بدات بالاصدار ده هو بالصدفه دلوقتي في اللحظه اللي انا بتكلم فيها ده احدث اصدار. مهما نزلوا اصدارات احدث انا بالنسبه لي الاصدار ده متماشي مع الاكواد اللي انا هكتبها كمان شويه. ما برقيش الا لما بشوف الاول هضطر اعدل ايه في الاكواد بتاعتي.
الديس ده اختصار ديستريبيوشن، وده الملف بتاعنا. لو تلاحظ هو مكتوب فيو دوت جي اس، ده الديفلوبمنت فيرجن. طب لو انا خلصت المشروع بتاعي وحبيت بقى انشره، عندي تعديل بسيط بس، هزود كلمه من دي اختصار منيفايد، وده البرودكشن فيرجن. يعني الملف نفسه معمول له منيفايد، يعني تشال منه الكومنتس، تشال المسافات اللي ملهاش لازمه، الفانكشنز بقى مكتوبه بطريقه مختصره اكتر، بقى الملف اسرع، حجمه اقل. ده بستخدمه لما باجي انشر المشروع فعليا، لكن دلوقتي انا هشتغل على الديفلوبمنت فيرجن، فده بالنسبه لي كفايه. مشروع فيو بيبقى متقسم جزئين، جزء HTML اللي هو التمبلت نفسه، وجزء تاني بتحكم فيه في عنصر ال HTML. فهعمل ديف او اي عنصر يعجبك، هديله اي دي معين، هديله الاي دي بتاعي، هسميه مثلا فيو. جوه الديف ده هكتب كل اكواد التمبلت بتاعي. انا قصدت ان انا اخلي الاي دي بتاعي يبقى اسمه فيو، عشان اخد بالي ان كل الاكواد اللي مكتوبه هنا هي اكواد تمبلت، عشان لما اجي اعدل بعد كده في المشروع في يوم من الايام ابقى اخد بالي ان دي اكواد تمبلت، يعني ما لخبطش حاجه او ما شيلش اي اتريبيوت بالنسبه لي ممكن ما يكونش ليه اي لازمه او اي معنى، لكن بالنسبه لفيو ممكن يكون بيستخدموه عشان هينشئوا على اساسه مثلا اكواد جافا سكريبت معقده او غيره. فانا اخدت بالي ان اكواد التمبلت هحطها جوه الاي دي اللي اسمه فيو. لو انت محتاج اكتر من تمبلت او محتاج اكتر من اكواد، ممكن تعمل اكتر من عنصر زي ده، يعني اسمي مثلا اي دي يساوي فيو 1 فيو 2 فيو 3 مش عارف ايه كده. بعد كده هدخل في جزء جافا سكريبت، هنا هتحكم في العنصر ده او هتحكم في كل عنصر من العناصر بتاعتي بصفه عامه. عشان ابدا اعمل او اتحكم في عنصر، بعمل نيو انستانس من فيو، وهحط الاوبشنز بتاعتي جوه هنا. اول حاجه عندي element، الاليمنت ده انا عايز الاليمنت اللي الاي دي بتاعه اسمه فيو، فهكتب كده. طبعا يعني حاجه خلاص انت اوريدي عارفها، المفروض ان علامه الشباك دي يعني انت بتنادي على عنصر بالاي دي بتاعه. الكلام ده مستخدم في الجيكوري، لو انت ما بتستخدمش جيكوري فمستخدم في سي اس اس. لو انت حبيت تحط ستايل العنصر ده فبتكتبه بالطريقه دي في سي اس اس. خلاص يبقى كده ايه، انا اول حاجه حددت العنصر اللي انا هبدا اشتغل عليه اللي هو ده اللي هيبقى جواه اكواد الفيو بتاعتي. على فكره فيو، عشان بس ما نتلخبطش، بيتكتب كده في يو اي، وبيتنطق زي فيو اللي هي في اي يو. خلاص عشان بس وانت بتكتب الاكواد ما تبقاش كلمه فيو دي سهله عليك فتكتبها بالطريقه اللي هي الانجليش دي، لا هي بتتكتب في يو اي. بعد كده عندي شويه اوبشنز ثانيه زي داتا. داتا دي عباره عن اوبجكت بكتب جواه كل المتغيرات اللي انا عايزها، زي مثلا لو انا حبيت عندي متغير مثلا اسمه مسج، والمسج ده هقول له ويلكم مثلا تو اور بروجكت. وجيت هنا قلت له اكتب لي مسج، خلاص مش محتاجين الجيت ده في حاجه ومش محتاجين الانستليشن ده في حاجه. نفتح بقى الملف بتاعنا عشان نشوف هيعمل ايه. هنبص نلاقي اوتوماتيك كتب لي ويلكم تو ماي بروجكت. يبقى الشخص اللي شغال على التمبلت هو مجرد بس حط المتغير في مكانه بس، وبعدين المتغير ده بيحمل قيمه معينه هو ملوش دعوه بيها. انا بالتمبلت انجن اللي هو بالفيو قدرت اتحكم فيه انه يعمل لي المتغير ده. طبعا ممكن احط كود اتش تي ام ال كامل عادي، مثلا ديف احطه جوه ديف مثلا، والديف ده ممكن اديله اي كلاسز او اربط معاه مثلا جافا سكريبت او اربطه مع ايفنت او اربطه مع ايفنتس او اي حاجه، واقول له مثلا مسج وبعدين يكتب لي المسج. لما نيجي نعمل ريفرش هنلاقي ان في كلمه مسج وبعدين ويلكم تو اور مسج. الانستنس ده بيرجع لي متغير اقدر اتحكم في العنصر نفسه، فانا هسمي المتغير ده مثلا فيو برضو.
هسميه فيو بفي سمول. فانا هستخدم المتغير ده، المتغير ده عباره عن انستنس من فيو، هستخدمه عشان اتحكم في العنصر بتاعي ده عن طريق ان انا بغير بعض الخصائص بتاعته او بعض الاوبشنز. فتعالوا مثلا نشوف حاجه جميله، حاجه سحريه كده من الحاجات الجميله بتاعت فيو. لو فتحت الموقع بتاعي ورحت فاتح السكراتش باد، وخلينا دايما نفتح الكونسول طول ما احنا في مرحله الديفلوبمنت. طبعا لو انت مش فاهم ايه الكونسول، ففي كورس الجافا سكريبت هتلاقيني شارح لك الادوات دي كلها، الكونسول والديباجر والحاجات دي كلها. هفتح بقى السكراتش باد. السكراتش باد ده بيخليني يعني احقن اكواد جافا سكريبت في الصفحه، لكن ممكن اكتبها هنا، ولكن انا عايز احقنها عشان اشوف تاثيرها اون ران تايم، يعني اشوف تاثيرها في اللحظه اللي انا كاتب فيها الاكواد. فهاخد الانستنس بتاع اللي اسمه فيو، اللي هو ده انا سميته فيو، عباره عن الانستنس اللي شايل الاوبشنز دي كلها. فيو ده زي ما احنا شايفين بيتحكم في الاليمنت اللي الاي دي بتاعه بيساوي فيو. فهدخل اقول له فيو دوت مسج. طبعا احنا عارفين ان مسج دي تبقى متغير موجود جوه الداتا بتاعتنا، هغيره هقول له مثلا بيساوي ثانك يو. هنشوف بقى بمجرد لما حامل ران، بمجرد ما هغير المتغير اوتوماتيك العنصر نفسه هيتغير. الله، انا غيرت العنصر من غير ما اعمل اي فانكشنز في الصفحه بتاعتي. ده ما فيش اي فانكشن بتغير العنصر بتاعي. دي خاصيه من خصائص فيو او من خصائص التمبلت انجنز عموما، بتعمل بيندنج للداتا مع الاليمنت. بيندنج يعني عمليه ربط للبيانات مع الاليمنت، يعني كل ما قيمه المتغير تتغير، كل ما قيمه مسج دي تتغير، بتتغير مكانها اوتوماتيك في الاليمنت. لو ما كنتش بستخدم فيو كنت هضطر اعمل ايه بقى؟ كنت هضطر اعمل اولا اوبزرفيشن للمسج دي عشان اراقب التغير بتاعتها، وبعدين اعمل نوتيفيكيشن لفانكشن عندي ان قيمه مسج اتغيرت ومرر لها القيمه الجديده، وبعدين ابدا اعمل تعديل في الدوم تري عشان اغير قيمه المتغير ده. فشفنا احنا بكود بسيط جدا، الكود ده قدرنا نعمل حاجه دايناميك، ان انا اعمل ربط للبيانات. طبعا اقدر اغير البيانات زي ما انا عايز كل فتره. واعمل رن هلاقي البيانات اوتوماتيك بتتغير. ده طبعا كويس لو انت مثلا بتعرض بيانات متغيره باستمرار، زي مثلا في الفيسبوك لما بيظهر لك اعلانات في الجنب، او بيظهر لك مثلا بيبول يومينو. لو سبت الصفحه مفتوحه شويه هتبص تلاقي كل فتره مثلا كل 30 ثانيه ولا حاجه، او كل دقيقه دقيقتين، يعني اي كل شويه وقت كده بتلاقي الاجزاء دي بتتغير اوتوماتيك. ليه؟ هو بيجيب متغير عباره عن اري او اوبجكت او سترينج او ايا كان في المعلومات دي، وبعدين بيغيرها، فبيعمل بيندنج للداتا دي مع الجزء اللي هو بيبان فيه البيبول يومينو، بحيث يغيره كل فتره. فانت ممكن تعمل حاجه زي كده، كل فتره تعمل اجاكس ريكويست تجيب بيانات جديده، وبعدين بما انك عامل لها بيندنج فبتتغير اوتوماتيك. او مثلا لما اليوزر يدوس على زرار معين فبتظهر بيانات معينه، لما يدوس على زرار تاني فبتظهر بيانات تانيه. فانت ممكن تخلي البيانات دي تبقى مربوطه بفاريبل واحد، وكل ما الفاريبل ده يتغير اوتوماتيك البيانات بتاعتنا تتغير. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل الممل قدام شويه، لكن خلينا ناخد الصفات الاساسيه اللي في فيو. فيو كمان جواها بروبرتي تانيه اسمها ميثودز. ميثودز دي بحط جواها كل الفانكشنز اللي انا عايز اشغلها. انا مثلا عايز اعمل زرار هنا، والزرار ده لما حاجه ادوس عليه مثلا هيبقى اسمه كليك هير مثلا او اي حاجه. الزرار ده عايز لما ادوس عليه ينفذ فانكشن معينه، وليكن مثلا فانكشن اسمها تيست. تيست دي عباره عن فانكشن بتعمل اي حاجه، وليكن مثلا هتالرت هلو مثلا. فانا عايز لما ادوس على الزرار ينفذ الفانكشن اللي اسمها تيست. فالفانكشن انا بحطها جوه ميثودز عشان لما يدوس على الزرار دي معناها في ايفنت، يبقى انا محتاج اتعلم الايفنتس. فبالطريقه العاديه انا كنت باخد الزرار ده
عن طريق الجافا سكريبت مثلا، بحط له اي دي او اي حاجه، وبعدين ببدا اجيبه بجيت ايليمنت باي اي دي او باي طريقه، وابدا اضيف له ايفنت ليسنر عشان استمع لحدث الضغط عليه، واول ما يضغط عليه ينفذ لي الفانكشن اللي اسمها تيست. لا بفيو مش هعمل الكلام ده، بفيو هحدد له هنا، هقول له عند الضغط يعني اد كليك، لما يضغط هتنفذ لي الداله اللي اسمها تيست. تعالوا نجرب كده، نعمل ريفرش للصفحه بتاعتنا. بقى عندي زرار اول ما اضغط عليه نفذ لي الفانكشن بتاعتنا. يبقى انا قدرت اربط الداتا مره ربطتها بمتغير، ومره قدرت طبعا اتحكم في الداتا دي ان انا اقدر اغيرها عن طريق اني بغير المتغير، ومره ربطتها بفانكشن وبحدث ايفنت، ايفنت عند الكليك تنفذ لي الفانكشن اللي اسمها تيست بمنتهى البساطه. طبعا اللي بيكتب الكود ده شخص ممكن ما يكونش عارف جافا سكريبت كويس، هو عايز بس لما تدوس على الزرار ينفذ فانكشن اسمها تيست. ممكن لا هو فاهم الايفنتس ولا هو فاهم تيست دي بتعمل ايه، بس هو طلب منه ان يضيف حدث كليك ينفذ تيست عند الزرار ده، بس هو كل اللي هكتبه الكود الصغير ده بس، مش هيكتب اكتر من كده. فده مبدا فصل التصميم عن البرمجه، فصل ان كل واحد مركز في تخصصه ما بيشغلش باله كتير الحاجه دي هتستخدم بعد كده في ايه. في بروبرتيز تانية غير داتا وميثودز، في بروبرتيز اسمها مثلا كومبيوتد، وكمبيوتر دي تشبه الداتا بالظبط، وبدخل جواها مسجز. مثلا هكتب مسج مثلا موديفايد يساوي، او خلينا نعمل كاونتر مثلا، خلينا نعمل متغير اسمه كاونتر، واكتب مثلا يو ريسيفد او اكتب مثلا برايس، والمتغير بتاعي هيبقى اسمه برايس. اي متغير بستخدمه لازم احطه جوه الداتا، فهعمل متغير جديد هنا اسمه برايس، والبرايس ده هديله قيمه مبدئيه وليكن زيرو، واحط له مثلا عمله هنا دولار ولا اي حاجه، وهعمل توتال، متغير اسمه توتال برايس، ده متغير بيحسب لي البرايس هيبقى عبارة عن فانكشن. الفانكشن دي بتاخد البرايس وتزود عليها مثلا الضرايب، فهتاخد الريترن ديس برايس. ديس هنا بتشير للانستنس اللي انا شغال عليه اللي هو ده اسمه انستنس. فما اقول له ديس برايس يعني هيخش على الداتا ويجيب قيمة البرايس. طبعا البرايس بعد اخر تحديث، هي الزيرو دي القيمة المبدئية، لكن ممكن وانا شغال هحدث قيمتها. فهقول له ديس برايس واقوم ضربها في 1.25، وليكن مثلا الضرايب 25% او ضرايب بقى وشويه حاجات كده، فهزود عليها 25%، يعني هضرب القيمه في 25%. انا عايز بقى مش يظهر البرايس، لا انا عايزه يظهر لي قيمه التوتال برايس. تمام، لو ظهر لي البرايس هيظهر لي زيرو، لكن انا عايزه يظهر قيمه التوتال برايس. هيعمل ايه؟ انا اقدر اتحكم في البرايس، بس هو اوتوماتيك بياخد البرايس دي يضربها في 1.25 ويظهرها لي هنا. نجرب كده، نعمل ريفرش، لقينا قال لنا ان البرايس عباره عن زيرو. طبعا الزيرو ده مش البرايس، لا ده التوتال برايس. تعالوا بقى نجرب نتحكم نغير قيمه البرايس، فهنقول له ان الفيو برايس، خلينا نحط رقم يكون واضح 100، المفروض ان هو ما يظهرليش 100، لا يظهر لي 125 عشان ضربها في 1.25، ظهر لي 125. يبقى انا قدرت اعمل كومبيوتنج للفاريبل بتاعي، ان انا لما بدخل قيمه للفاريبل بدل ما بيدخل الفاريبل على طول، لا بيحسب لي قيمه معينه نسبه وتناسب من الفاريبل ده ويدخلها لي في الداتا بتاعتي. يبقى انا لما باجي اغير الداتا ما باخدش بقى الداتا واقعد اعمل لها الحسبه من اول، لا الحسبه بتتعمل اوتوماتيك، بغير بس الحاجات المتغيره، يعني البرايس هو المتغير، لكن الضرايب مثلا ثابته، او الضرايب ممكن تكون بتتحسب من معادله معينه، فانا بدل ما باجي دماغي واقعد احسب الضرايب وبعد كده اضربها في السعر، لا هي اوتوماتيك انا بديله السعر خلاص، في فانكشن بتحسب لي التوتال برايس. فدول اهم ثلاث خصائص من خواص الفيو. انت كده لو اتعلمت الثلاث حاجات دول فانت اولموست
الداتا والميثودز والكمبيوتد، وكمان اتعلمنا الايفنتس. فانت اول مستر اتعلمت تقريبا كل حاجه بالفيو، لكن بقيه الكورس ان شاء الله هنتكلم في حاجات مور ادفانسد شويه، او ازاي نستخدم الحاجات دي عشان نعمل بيها مشاريع ادفانسد اكتر. احنا اول مستر كده اتعرفنا على الحاجات الاساسيه، لكن في حاجه اساسيه كمان في الفيو مهم جدا نعرفها المره دي. لو انا عايز اعمل كومبوننت، يعني ايه كومبوننت؟ انا عايز مثلا اعمل كاستم تاج، وليكن مثلا اسمه اي حاجة، اسمه مثلا تيست، او هسميه ويلكم مثلا. والويلكم ده اول ما اكتبه كده بس هو اوتوماتيك هياخد يعمل لي الكود ده. يبقى انا بدل ما اكتب الكود ده كله لوحدي، لا انا اقول له بس اعمل لي ويلكم، فهيكتب لي ويلكم، او اعمل كود مثلا اسمه برايس، خلينا برايس، كود اسمه برايس، والبرايس ده اوتوماتيك هيتحول للصيغة دي، تمام، ويضيف بقى كل الكلاسز اللي انا عايزها، ويضيف كل الفانكشنز اللي انا عايزها، ويضيف الايفنتس، ويضيف كل حاجه اوتوماتيك. انا مجرد بس هقول له اعرض لي البرايس هنا بس. يبقى انا محتاج اعمل حاجه اسمها كومبوننت. كومبوننت دي بتاخد قطعه من الكود، تاخدها وتعمل لها بروسيسنج معينه، وتطلع لي كود جديد بتضيف لي فيه كل الحاجات اللي انا عايزها، كل الفانكشنز والكلاسز والHTML تاجز واتريبيوتس وكل حاجه انا عايزها. فعشان اعمل الكومبوننت ده بقول له view component، وجوه الكومبوننت ده بدي له اسم الكومبوننت اللي انا عايزه، وليكن هيبقى اسمه برايس او اي اسم انت عايزه، وجوه هنا هكتب الخصائص بتاعتي اللي انا عايزها. اول حاجه او اول بروبرتي جوه الكومبوننت ده هي التمبلت. التمبلت انا مثلا هاخد البرايس ده هاخده احوله للكود ده. لقيت ان انا بقى عندي متغير هنا. المتغير ده عشان اتعامل معاه محتاج حاجه اسمها بروبس. بروبس دي عباره عن مصفوفه المتغيرات، زي الداتا اللي هنا اللي انا بتعامل معاها في اللي هو الانستنس ده، بس هنا اسمها بروبس. فانا عندي متغير اسمه توتال برايس، وهنشوف ليه هي اسمها بروبس مش داتا. يبقى انا عندي الكومبوننت اللي اسمه برايس، هو هياخد التاج اللي اسمه برايس ده ويحوله لي للتمبلت ده. بس انا محتاج امرر معلومه اسمها توتال برايس، فهمررها على هيئه اتريبيوت. هقول له مثلا توتال برايس يساوي 100. خلينا نعمل هنا عشان بس نشوف الفرق ما بين، خلاص البوتن ده احنا مش عايزينه دلوقتي، او خليه عشان لما نيجي نتعلم الايفنتس نبقى نستخدمه. انا عندي هنا كود انا كاتبه بنفسي، وكود تاني هنا عباره عن برايس، وقلت له ان التوتال برايس، او سوري انا يعني المفروض ان انا اقول له هنا البرايس وهو ياخده يعمل لي كومبيوتنج هنا للتوتال برايس، لكن انا دلوقتي في المرحله دي هديله برايس او هديله تاج برايس، وهمرر له متغير واحد اسمه توتال برايس يساوي 100. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما نعمل ريفرش للصفحه. هتبص تلاقي عندي العنصر بتاعي اتعمل اوتوماتيك. يبقى انا قدرت اخلق عنصر جديد اسمه برايس. العنصر ده ممكن يكون جواه داتا معقده جدا، انا بس حاولت ابسط الموضوع. هو بيشيل كلمه برايس دي او بيشيل العنصر ده ويحط مكانه التمبلت اللي انا عايزه ده. ممكن التمبلت ده يبقى معقد جدا، ممكن مثلا اخلي جواه مجموعه عناصر متداخله ويبقى فيه داتا كتير وهكذا. انا مجرد بس ما بكتب له برايس، ولو حبيت امرر له داتا معينه عادي جدا ممكن امرره له بطريقه بسيطه جدا، مفيش اي مشكله. طبعا تقدر جوه الكومبوننت تستخدم الكمبيوتد، يعني تقدر تديله البرايس اللي هو 100 وهو ياخده يحسبه يحوله يضربه في 1/4 اللي هي الضرايب ويحوله ل 125. لكن احنا كده اتعلمنا لغايه دلوقتي الكومبوننتس وازاي نستخدمها، وازاي نقدر نختصر او نعمل ننشئ بنفسنا اي طريقه مختصره او اي طريقه لكتابه كود معين اللي هو الكومبوننت، وتعلمنا الايفنتس، وتعلمنا الانستنس بتاع الفيو، وتعلمنا الداتا والميثودز والكمبيوتد. اعتقد ان كده يعني جزء كويس جدا ومحترم جدا. نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه. وما تنسوش اول حاجه تعملوا سبسكرايب للقناه على اليوتيوب youtube.com/freelearn عشان تتابعوا الدروس الجديده، وكمان تخزنوا الصفحه
المجتمع.com/751 عشان دي اللي فيها جميع الكورسات اللي انا هنزلها ان شاء الله. ولو حابين تتواصلوا معايا على الفيسبوك فانا الاكونت بتاعي facebook.com/eng.dibo engineer.dibo يعني العصايه بتاعتها لفوق. هتلاقي كل الروابط دي مكتوبه قدامك دلوقتي فتقدر تتعامل وتتابع وتستفسر زي ما انت عايز. ونشوفكم ان شاء الله في درس تاني. والسلام عليكم ورحمه الله.